السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل محبي ومشاهدي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر وخارجها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكر الله يا جماعة الخير، ورجعت لكم بعرض جديد من داخل مزارع المهندس مرسي محمود، عرض الفواخر زي ما بيقولوا. وهو دايما معودنا ان كل يوم جمعة في عرض فواخر، حاجة بسم الله ما شاء الله، شغل نظيف وحاجة تفتح كده نفسك على الشغل على الصبح. يعني حضرتك لو حابب تعمل مشروع تسمين أغنام، مجرد ان انت تشوف عرض زي دوت بتتشجع اكتر. في عروض كتير قوي بدون ذكر اسماء لأي حد، انا بتكلم عامة يا جماعة. في عروض الواحد بيتفرج عليها بتسد نفسه عن المشروع عن اي حاجة، جودة الحاجة قدامه مبتبقاش باينة، متبقاش يعني مزغلله عنينا كده زي ما بنقولها بالمصري. فربنا يبارك يا رب لصاحب المال الطيب. نيجي بقى لتفاصيل العرض يا جماعة. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. العرض المقدم قدام حضراتكم مقدم من مزارع المهندس مرسي محمود، والعرض عبارة عن 58 ذكر برق حر، كلهم يا جماعة واقفين على التسمين، كلهم مفطومين واقفين بإذن الله كلهم على التسمين، على دورة التسمين. تاني حاجة، لازم تكون حضرتك عارف ان طالما رايح تشتري من مهندس مرسي محمود، اعرف 1000000% ان الخرفان متحصنة، ولو مش متحصنة بيحصنها قدامك. تمام كده يا جماعة؟ الخرفان متحصنة، ولو مش متحصنة بيحصنها قدامك. وده عن تجربة معايا شخصية لي انا، لما حضراتكم اتفرجتوا على الفيديو الخاص بيا لما روحت اشتريت منه. بالنسبة بقى لمتوسط الاوزان يا جماعة، هيكون متوسط الوزن 25 كيلو، متوسط الوزن 25 كيلو. بالنسبة للأسعار، هيكون سعر الرأس الواحد عامل 2000 جنيه، رأس الذكر الواحد الخروف البرقي عامل 2000 جنيه. وبس يا جماعة، أنا مش هتكلم كتير لأن العرض بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، يا ريت ما ننساش نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. العرض بيتكلم عن نفسه، انا مش هقدر اتكلم في حاجه في اي حاجه تاني. نيجي للمكان بقى. مكان مزارع المهندس مرسي محمود بوادي النطرون، طريق مصر اسكندريه الصحراوي عند ليست هاوس. للتواصل مع المهندس مرسي عن طريق الواتساب او تليفون 012-26-8-34-29، 012-26-8-34-29. وان شاء الله هسيب لحضراتكم الرقم في عنوان الفيديو وكمان في الوصف. ويا ريت حضراتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعليق وتدعموني زي ما حضراتكم بتدعموني دايما، عشان العرض يوصل لاكبر عدد والكل يستفاد. جزاكم الله كل خير. اشوف ان شاء الله حضراتكم في عرض جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.